السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم مع قناة الجزائر تاريخ وحضارة، ونحن بباب جديد مع فيديو جديد. من هنا قابلنا سركاجي، ومن هنا ريد لا فيكتوار، ومن هنا شارع محمد عزوز الشهيد. أما موضوعنا فيتعلق بدار الألفية أو دار المئوية كما كان يسميها الفرنسيون. وسميت بدار المئوية نسبة للاحتفال بمئة سنة. وسميت هذه الدار بلا ميزون موريسك، لا ميزون انديجين، لا ميزون كلارو. توطئة، يظن البعض أن العثمانيين هم الذين بنوها ظاهرا، يعني كي تشوفها من الداخل. والمعلوم أن الفرنسيين هم الذين بنوها من مواد أصلية من تهديم منازل القصبة السفلى، أي عن طريق هذه أطلال المنازل تاع القصبة التي هدمت، وتلك المواد التي شيدت بها هذه الدار من حطب وزليج وحجارة لتكون نموذجا لدار يعني قديمة. فهي 100% من مواد جاءت من الديار التي هدمت بالقصبة السفلى. والذي بناها هو ليون كلارو، ولد بوهران في 1899 وتوفي في 1991 بأمر من الرئيس. غاستون دومرغ الذي حكم آنذاك فرنسا من 1930 إلى 1935 وتوفي في 1937، أي للاحتفال بالمئوية في 1930 كلف الرئيس دومرغ هذا ليون كلارو بتشييد هذه الدار. من إنجازات ليون كلارو مدرسة في أول ماي، والفوايي سيفيك، الفوايي سيفيك الذي يقع بأول ماي في 1929-1935، الفوايي سيفيك الذي كان لو سياج تاع لو جي تي ا في لومبلاسمون دو شون مانوفر ميليتير، وهو لو كونسيبتور تاع ليكول دي بوزار في الخمسينيات. ومن إنجازات ليون كلارو السياشو تاع تيزي وزو، وقد تأثر كلارو هذا بمدرسة أوريكلين رئيس كوميتي سوفغارد في ألجي، وقد حضر في تدشين هذه الدار لو بريزيدون فرونسي دومرغ كما أسلفنا، وألبير كامي وكوربوزي المعماري الارشيتكت المشهور، وسيناك الكاتب المشهور، وشارلي شابلين وتريفو. وقد سكن هذه الدار سكان إلى 1998، وفي أثناء هذه السنة تم إخلاؤها من السكان لغرض ترميمها. دشنها شريف رحماني وأصبحت تسمى بدار الألفية نسبة إلى تأسيس القصبة بني مزغنة، والذي أسس القصبة هاوليك، الصورة تاعه بولوغين بن زيري. وهي مقر مديرية الثقافة لولاية الجزائر، وهي بناية وتحفة رائعة، متكونة من طابقين، كل طابق فيه ثلاث غرف
ونصف طابق فيه غرفتين ونافورة وحديقة وسقيفة ووسط الدار على النموذج ديار تاع القصبة القديمة. هذه دار لا ميزون انديجان، وقصتها وتدشينها في 1930، وهي بحق تحفة رائعة. وهذا تاريخ تتشين اللي حبي يديرين كابتير، وهي تقع بباب جديد أمام سركاجي. هذا ما أردنا قوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.